السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نبقى مع تقليم أشجار المثمرة. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتقليم شجرة رمان عمرها 2 سنين. إذا نبدأ على بركة الله. نحن قلنا في الفيديوهات السابقة أثناء عملية التقليم دائما نبدأ من الأسفل وننتقل إلى الأعلى في عملية التقليم. أول خطوة نقوم بها وهي قص هذه السرطانات أو النموات السفلية كما نطلق عليها باللغة الدارجة سلق الماء. هذه أول خطوة. لاحظ هذه الشجرة كيف نمت. نمت بقلمين حيث حدث في هذا المكان التحام، ثم بدأ هذا القلم الضعيف أو القلم الأصغر يلتوي ويدور حول الغصن السميك. ماذا نفعل؟ مباشرة نتخلص من هذا الغصن الضعيف. هذه أول خطوة. نأتي هنا هكذا، أهو بعث هذه الجروح بسببه. هي جروح، وهذه الأماكن هي التي تكون ملاذ آمن لمختلف الفطريات والحشرات. الآن نقوم بقص هذه النموات. إذا بهذا كوننا الجذع الرئيسي للشجرة. إذا الآن نأتي إلى أعلى الشجرة. هذه نقص هذه النموات المتشابكة والتي نمت إلى الداخل بهذه الطريقة هكذا، لا بأس. هذا يكفي. إذا لاحظ كيف أصبحت الشجرة أو الشجيرة، ما شاء الله. إذا بهذا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الزهرة الفلاحية، دائما لا تبخلونا بالاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، الضغط على الجام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.